وظيفة الكارديوفاسكولار سيستم هو نقل الدم خلال الجسم. البلد ممكن يبقى بريفكس زي هيم أو هيمو أو هيم أو هيمو، وهما الاثنين واحد. عندنا مصطلح مثلا هيموريج نزيف دموي، وبريفكس هيمات أو هيماتو زي مصطلح هيماتوريا، ويوريا صفكس معناها يورين أو بول، فتبقى هيماتوريا معناها وجود دم في البول. أما لو استخدمنا البلد صفكس هيبقى إيميا ومعناه حالة الدم زي مصطلح هايبوكسيميا واللي معناه نقص الأكسجين في الدم، وأنيميا يعني فقر الدم بسبب نقص كرات الدم الحمراء. ومن مكونات الدم الإريثروسايتس، لوكوسايتس، ثروموسايتس. إريثرو يعني ريد، وسايتس يعني خلايا نضجة، فتبقى إريثروسايتس ريد بلاد سيلز، والروت منها إريثرو أو إريثروسايتو. وضيف لها أي صفكس زي مثلا إريثروسايتوبينيا أو إريثروبينيا، وبينيا يعني نقص، فتبقى نقص كرات الدم الحمراء. وكذلك إريثروجينيسيس وإريثروسايتوجينيسيس، وجينيسيس يعني تخليق أو صنع، فتبقى تخليق كرات الدم الحمراء. ولوكوسايتس يعني وايت بلاد سيلز، والروت منها لوكو أو لوكوسايتو، فتبقى لوكوبينيا أو لوكوسايتوبينيا يعني نقص كرات الدم البيضاء. ولوكوجينيسيس أو لوكوسايتوجينيسيس يعني تخليق كرات الدم البيضاء. أما ثرومبوسايتس هي الصفائح الدموية أو البليتليتس، الخلايا المسؤولة عن تجلط الدم، وكذلك الروت هيبقى ثرومبو أو ثرومبوسايتو زي ثرومبوسايتوبينيا أو ثرومبوبينيا نقص الصفائح الدموية، وثرومبوجينيسيس أو ثرومبوسايتوجينيسيس يعني تكوين الجلطة الدموية لحماية الجسم من النزيف.